أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يسأل عن صحة هذه العبارة وهي أكمل الخلق هو الذي اتصف بصفات الخالق. هذا ما تصلح العبارة هذه، يعني معناه أنه تشبه بالخالق، ما يتصف بصفات الخالق أحد، صفات الخالق خاصة به سبحانه وتعالى لا يتصف بها أحد، ولكن إنه ينتفع بصفات الله عز وجل، يعني من صفته العفو بأنه يعفو عن الناس، وصفة الكرم أنه يجود على المحتاجين، هذا لا بأس، يقتدي بصفات الله عز وجل، يقتدي بها، ولكنه ما يتصف بها أو يشابهها أو يماثلها. نعم.